لخلطة الجمبري نص كيلو من الجمبري حجم وسط، 4 حبة بصل ناعم، 8 حبة ثوم مفروم، 3 ملعقة زنجبيل مبشور وكوب لبن رايب. نحتاج كمان لمعلقة كبيرة من بهارات البرياني، نص معلقة من الكزبرة البودرة، نص معلقة من الكاري، معلقة كبيرة صغيرة كركم، ومعلقة صغيرة قرفة ناعمة وملح. كمان نحتاج لفلفل أخضر مفروم، ضمة كزبرة، تتبيلة الجمبري اللي هي ثوم وكزبرة وزعفران وعصير ليمون بدنا كمان. أما الأرز هو رح يكون مسلوق من قبل، رح نحكي لكم هلأ عن طريقة سلقه خلال تحضير الحلقة. وأكيد كمان بنحتاج لملح وزيت وزعفران منقوع بمية الكادي، وللتزيين بدنا بصل محمر وكاجو محمر. عندي هذا الجمبري أنا متبلاه من قبل ساعتين، ممكن أقصى حد ينتبله قبل نص ساعة. أوكي. حطيت زعفران بودرة أساس يعطيني اللون الأورانج، هيك حلو بيطلع مع البرياني، وحطيت كزبرة بودرة وتوم بودرة. يلا نبدأ فيهم. فهلأ إيش حبدأ؟ بتحطي زيت شوي؟ حبدأ أحط معلقة زبدة. زبدة. أوكي، إذن رح نقلب الجمبري اللي متبل من قبل بوقت بشوية زبدة وزيت وشوية نخلط. زيت. أوكي. أيوة أحسن. أول ما يحمى على طول بنحط الجمبري معه. بدنا نبلش طب عشان يبين شوي على الكاميرا وبعدين بنرجع بنرجعها. أوكي، يعني هلأ سخن الزيت. يلا. هلأ بنحط الجمبري. أنا بدي أحطه بهالخطوة أساس يعطيني لون حلو لما أجي أسكب البرياني يكون لون هيك متحمر. وهي خطوة تتبيله بهاي البهارات ضرورية صح؟ يعني بتعطي نكهة. أنا بحب أعطي الرباني بيطلع نكهته أقوى وأطيب مع الطبخة. رح أقوي لك النار شوي عليها عشان ما تكون واطية. هلا في نفس الوقت أنا عشان الوقت إيش نعمل هون هلا؟ ولا هون؟ حط تتبيل، حعمل خلطة البرياني. أوكي، خليكي براحتك نجوى. أوكي. ما بدي ألخمك لأنه ماشي. في خطوات كثيرة. بنحط زيت ذرة. أوكي، وكمية من البصل زي ما قلنا تقريباً هدول يمكن 4 بصلات مفرومين ناعم. مش معصورين، مفرومين ناعم. مفروم. عشان ما بدنا ميتهم. أوكي، فإذاً رح نقسم الطبخة لثلاث خطوات تقريباً. خطوة تتبيل الجمبري مع البهارات المنقوعة من قبل بيوم أو من قبل بوقت يعني. وخطوة التقلاية اللي هي البصل والثوم وهي الأشياء، والرز اللي هو مسلوق من قبل بوقت رح نحكي عنه لما نيجي له كيف عملت نجوى البهارات أو شو البهارات اللي أضافتها حتى يطلع الرز له نكهة مميزة. تمام، هلأ أتأكد هذا سخن. بدك أسخنه أكتر؟ بتوقع لو أحمى شوي. أيوة. أوكي. هلا حطيت البصل، في نفس الوقت ححط معه الثوم المخروس. ماشي، إذا بصل وثوم، كمية من الثوم كمان. ومعلقة زنجبيل، وإذا بتحبوا أكثر ممكن تزيدوا زنجبيل. حلو، تقريبا أساسي. الزنجبيل أساسي في البرياني. بس عندي أول ما أحس البصل شوي بلش يدبل ححط بهارات البرياني. أوكي، وأنتي حكيتي لي نجوى إنه مرات تقدري إنك تضيفي لو بتحبي قطع سمك كمان. بالضبط. صح؟ لنفس الأكلة. لا أنا السمك لو بعمل برياني جمبري والسمك بخليه بالوجه بزينه بالأخير. بس بتحطيه على الوجه يعني. بتكوني مقليتيه؟ بكون مقليته ومتبلاه تقريبا نفس تتبيله البرياني أساس، تحسي نفس كله نفس النكهة. بتحبي شو صار معك؟ احكي عن الرز. يلا قبل ما يتبل البصل نستغل الوقت. عندي أنا الرز سالقته صراحة لأنه بده شوي هيك أبو 10 دقائق. كيف سلقته؟ حطيت مي مغلية وهي بهارات البرياني الخشنة. أوكي. عبارة عن ليمون عماني، قرفة، هيل. حطيتها مع المي وغلت، وحطيت ملح وزيت، وبعدين حطيت الرز 7 دقائق وبسرعة بشيله. هو ما بده الرز نص سوا يكون صح؟ بالضبط نص سوا. إذا ما بعرف مبين قدام الكاميرا كيف إنه الرز هيك بتكون حبته مش مستوية تماما، يعني ثلاث أرباع. لازم يكون شوي بقرط لسه. بالضبط، هذا عشان نطبق هلا البرياني والطبقات. هلا حطينا زي ما حكينا البصل والثوم، يعني تدبل البصل. هلا ببدا بحط بهارات البرياني. هاي بهارات هلا هاي البرياني. الخلطه جاهزه. جاهزه بهارات هندية جاهزه. اوكي، فاذا بهارات البرياني الجاهزه هي عباره ملعقه من عندك فكره ايش فيها؟ لانه هي عاده فيها كزبره، فيها كزبره وكمون وكمون كله. هذا ملعقه من مرق الدجاج او ملح حسب ما بتحبه. اوكي، اذا بصل، ثوم، زنجبيل، بهارات البرياني، ملعقه صغيره كاري. الريحة ريحة البرياني مش طبيعية صراحة. تسلم شفتيما. هلا بعرف انتوا شايفين كيف شكل الروبيان صار، يعني شوي بده بيكون تمام. ممتاز. قد ايه معنا وقت رامي بس عشان نعرف نحسب مزبوط قبل؟ معنا وقت. هلا انا بدي الجمبري ياخذ لون بس مش يمكن الغاز بدي اعلى شوي او هيك. تمام خلص مو مشكلة. ماشي الحال. عندي الروبيان تقريبا اخذ اللون اللي انا بدي اياه، شايفينه؟
هلا بحط مع الخلطه. اوكي، فاذا هلا بننزل الجمبري او الروبيان بعد ما تقلى لحاله على خلطه البصل والثوم والزنجبيل وبهارات البرياني. بالضبط. بس اطفي الغاز هذا، حط افرن. ما يهمك، انا بشوفه. اوكي شوفي، وتشموا الريحه، كيف الريحه بالاستديو؟ مش طبيعيه جد، كثير بهارات البرياني عن جد قويه ومميزه. هلا الروبيان بس اخليه دقيقه بس ياخذ بنكهه البصل والبهارات. هلا بضيف معاه كوب من لبن الرايب. ايوه اللبن ضروري، هاي الخطوه هلا ضروريه في البرياني. في ناس زمان كانوا يخافوا، بتتذكري؟ صح. كانوا يخوفونا من اكل السمك مع اللبن. صح. وكذا كله هذا. بس شفتي ما في ناس بيستخدموا حليب جوز الهند؟ انا لا ما حبيت، مش ذاكر بالبرياني. لا بس انا الملاحظه اللي بدي احكيها انه اللبن مع السمك او جنب السمك او هذا ما في منه الكلام. صح، يعني خوفونا منه فتره طويله كثير. صح، بس في كثير وصفات هلا بدخل اللبن فيها مع المأكولات البحريه. بعدين رح ينطبخ هو. هلا يعني بنخلي الروبيان مع هاي الخلطه يعني تقريبا نقول دقيقتين تتسبك شوي ونبدا نطبق. بالضبط. هلا ححط شويه كزبره على هاي الخلطه. الريحه كثير 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 مميزه. هذا عندي بصل انا محمرته. وهو في تك صغير للبصل تطلع هيك مقرمش وحلو. لا شوف ديما نقعته بخل مع شويه مي قبل القلي، فلما قليته بزيت غزير شوفي كيف طلع سامع صوت القرمش. بضل مقرمش. بضل مقرمش. بتحطي نص الكميه وبتخلي شوي للتزيين. للتزيين بالضبط. اوكي تمام، بيعطي نكهة لأنه جوا. بالضبط. شو بدك أساعدك هلأ نعمل؟ هلأ تقريباً الخلطة تقريباً صارت جاهزة، يعني ملحة تمام وبهاراتها تمام وأكيد الريحة واصلة للكل. شهي، يلا نبدأ نطبق نجوى. نطبق. أوكي تمام. هلأ بالنسبة للتطبيق هذا والع صح؟ بنحط زيت بالطنجره شوي عشان الرز ما يلزق بال. كلمة والع هاي بأي لغة؟ والع؟ والع ما بعرف وين. أنا حكيتها الوالع. أنت قلتي هذا والع صح؟ بعرف شو بأي لهجة. مولع مشغل. مولع كله مع بعض. كله مع بعض. هاي الرز قلنا إحنا إنه سلقته أنا قبل بوقت بس ثلاث أرباع السلق. ححط طبقة منه. أوكي. هلا هو التطبيق. تطبيق بالضبط تمام. يا سلام على الريحة، يا سلام. رح أحضر لك الجاهز أنا عشان بعدين بدنا نزينه. أوكي تمام. هلا في كمان ماء الكادي مع الزعفران، أنا أعطي قبل الوقت لأنه بده مي سخنة، بحط شوي نقاط بالطبقة الأولى. هذه سخنة. يلا. بحط طبقة من خليط البرياني مع خليط الروبيان قصدي مع البصل والبهارات. ممكن اطبق طبقتين وممكن اطبق اكثر من طبقه. وهي وقعت. يلا مش مشكله. كمان طبقه رز. انا رح اقدر اضبط لك هذه. فاذا بس بنكرر احنا الطبقات. بالضبط. وبعدين شو بنعمل؟ هلا بنحط الطبقه الاخيره الرز. ومنخليها على الغاز؟ بالضبط. في ناس بدخلوها على الفرن، بتحبي ولا ما بتفرق؟ ولا بتحسي فيش ما في ضرورة؟ شوفي إذا كانت الطنجرة محكمة الإغلاق بتتسكر يعني وبلفينها بقصدير يعني ممكن على الغاز وممكن على الفرن زي ما بتحبي يعني أو زي ما بيحبوا هم. هي حطيت كمان شوي من ماء الزعفران وقلنا المعقوع مع الكادي والمي السخنة. هلا بغطيها بتركها تقريبا ربع ساعة على نار هادية هادية. أوكي. أوكي. رائعة. حبيب. حلوة سريعة طيبة عن جد. والريحة. يعني ليش خليتي هدول؟ خلص أوكي يا حرام لعيونك هدول. في هون شف ديما بالروبيان أنا يمكن ما قلتها في هيك أساس شكل حلو تقديمي مع التقديم، عملت كم من حبة شكيتهم بسياخ الشوي وقليتهم بالجريل. خليتيهم على العيدان. بالضبط. بس بنفس التتبيلة طبعا. بنفس التتبيلة نفس التتبيلة كله تبلته بس أخذت الحبات الكبار الجامبو. حلو حلو. شكيتهم بسياخ الشوي وقليتهم بالجريل. أوكي أساس يكون هيك. فك. إذا بدك أنا بزبط لك الأمور بودي لك إياها على الطاولة من نغنغها تكون لإيش بحكوا لائقة بهالصحن الحلو اللي عملتيه. حطيت لك اياه بطريقه حلوه كمان نعرض لك اياه.
بس خليني انظف لك هيك شوي.